من قناة الموصلية الفضائية نحييكم مشاهدينا الأعزاء ونصحبكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الموصل. تتسابق التحالفات والتكتلات الحزبية في كل الدول والمجتمعات لإنجاح حملاتهم الانتخابية برلمانية كانت أو محلية للفوز بأكبر عدد من المقاعد التي تمثل إرادة الشعب وتمثيلا حيا على مشاركة هذه الشعوب والمجتمعات في إدارة قرارها. فإدارة الحملات الانتخابية توجب قطعا على الفاعلين السياسيين الالتزام بمقتضياتها، فالتزام الإدارة بتطبيق القانون ونهج مبدأ المساواة مع كافة المرشحين هو إقرار ضمني يحتم وضع برامج واقعية ومحددة لضمان إنجاح حملات انتخابية نزيهة وشفافة تمثل كل أطياف المجتمع. والواقع أن الحملة الانتخابية تشكل مدرسة حقيقية لتعلم الديمقراطية، إذ تتمكن من خلالها الإحاطة بمختلف البرامج والمشاكل السياسية المطروحة في الساحة. فيا ترى، ما هي مقومات الحملة الانتخابية الناجحة؟ وما هي ركائز الائتلافات والتحالفات السياسية في نينوى التي تعتمدها في حملاتها الانتخابية الراهنة؟ فاصل قصير فابقوا معنا. طلعوا لي حق بس التعويضات حتى مشي امري رجع بيتي اطفالي على حاليا بس بالايجارات يعني ما يعني هاي وضعيه البيت ينسكن هكذا بيت يعني هو اذا اكو مسؤول ابو اوقاف او غير مسؤول يعيش بهكذا بيت هو مطالبتنا بس تعويضات يجون يشيلون هالانقاض لان هالانقاض عذرنا واي لا جاني دعمر بيتي درجع بينه 300 الف حياخذون مني غرفه كل مواطن متضرر ان شاء الله سوف يتعوض على مقدار الضرر اللي الموجود وفق الأوراق التحقيقية اللي جلبها من المحكمة. أهلا بكم من جديد. وفي إطار سعيها لإنجاح العملية الانتخابية القادمة، أجرت مفوضية الانتخابات تصويتا تجريبيا لتدريب كوادرها على أجهزة العد والفرز. وأكدت المفوضية في بيان لها أن أسباب إجراء التصويت التجريبي كان لغرض تدريب كوادرها على الأجهزة الإلكترونية. وقال عضو مجلس المفوضين حازم مرديني إن قيام المفوضية بإجراء التصويت التجريبي اليوم حصل لغرض تدريب الكوادر على أجهزة العد والفرز الإلكتروني،
والاختبار الأولي لبعض الأجهزة، لافتا إلى أن أوراق الاقتراع التي استخدمت لم تكن رسمية والنتائج حذفت قبل إجراء التصويت مباشرة، مضيفا أن عملية التصويت التجريبي تمت لمدة ساعة واحدة. هذا ويذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أجرت عملية انتخابية تجريبية لفحص إمكانية الأجهزة المستخدمة في العد والفرز من دون إشعار الكيانات السياسية المشاركة. وللإجابة على هذه الأسئلة والإحاطة أكثر بمدى قوة التنافس بين الكيانات السياسية في نينوى، يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة كل من المرشحين عبد الكريم العبيدي عن قائمة ائتلاف النصر رقم القائمة 158 بتسلسل 51، فيما سيلتحق بنا المرشح عبد الرحمن اللويزي عن قائمة تحالف الفتح في نينوى رقم القائمة 109 بتسلسل 2. والبداية مع سيد عبد الكريم العبيدي عن قائمة ائتلاف النصر، أهلا بك. بداية، هل يمكن أن تعطينا نبذة عن مكونات ونضال ائتلاف النصر السياسي؟ ألو ألو، سأعيد السؤال. أهلا بك معنا سيد عبد الكريم. بداية قلت هل يمكن أن تعطينا نبذة عن مكونات ونضال ائتلاف النصر السياسي؟ سيدتي الفاضلة، رغم أنه صوت غير واضح، أرجو المعذرة، يبدو أنه الشبكة تعبانة من عندكم أو من عندنا، ولكن أقول أن ائتلاف النصر يتكون من 62 شخصية متمثلة برئيس وزراء العراق وهو رئيس الائتلاف الأستاذ حيدر الدكتور حيدر العقاد. الدكتور وزير الدفاع السابق الأستاذ خالد العبيدي المحترم، وقائمة النصر تضم قيادات وعناصر تكوى من الخريجين والأكاديميين ومدراء وعامين ومسؤولين كبار ومن كافة طبقات المجتمع في عراقنا الحديث. نعم. طيب المهندس عبد الكريم العبيدي، هل يمكن أن تبرر لنا الأسباب الموضوعية لترشحك للانتخابات البرلمانية، خاصة وأنك أمين عام تجمع الموصل أو أهالي الموصل وتحظى هناك بشعبية كبيرة، ولماذا اخترت ائتلاف النصر تحديدا؟ نعم سيدتي الفاضلة، نحن عندما أقدمنا على الانتخابات إنما أثرنا أن نكون أحد المضحين الأوفياء الشرفاء لعراقنا ولمحافظتنا هنا وبالذات الموصل حجباء. رشحنا بهذه القائمة النصر، وحقيقة هذا الاسم اختير يعني اسم على مسمى، لأنه كتب النصر على أيدي القادة العظام وعلى رأسهم الدكتور العقادي المحترم وفقه الله، وسميت النصر لأنه فعلا تحقق النصر على أيدي أبنائها. قائمة النصر لأنها ضمان المستقبل العراق، ضمان لمن يريد أن ينتخب هذه القائمة النصر سيكون حليفه، على العكس من القوائم الأخرى مع احترامنا لهم. جميع النصير 15 سنة الماضية قليل وأحاديث وادعاءات وقسم منها القليل منها صادق والكثير منها كاذب، يعني يضحك على عقول الناس، كلهم جاءوا من اجل الوصول الى مناصب حتى يتمتعوا بمتاع الحياه الدنيا، ونسوا اهلهم، نسوا عراقهم، نسوا شعبهم، ها هم العراقيون وخاصه في نينوى وبالذات في موصل الحدباء، يشردون نازحون، بيوتهم مدمره، لا طعام لا شراب، الخراب في كل مكان، في حلقتهم التي قالوا عنها وتحدثوا عنها الكثير. فقائمه النصر عندما اتينا اليها انما جئنا باسم النصر باسم المضحيين الشهداء في كافة الحالة، خذهم حتى يكتب النصر على أيديهم. نعم هذه القائمة قائمة نزيهة أبية وفية، وإن شاء الله هي القائمة التي عادت رأسها الذي المتمثل في السيد العبادي، عاد العلاقات مع الدول العربية مع الدول الأخرى عربيا دوليا إقليميا محليا، قائمة نجاحها بشقوقها السابقين واليوم تعزل نتاجاتها على أرض الواقع، وها هي قائمة النصر.
العراق وتقول ان النصر هذه القائمه الاداريه السياسيه وليست الحزبيه كما يدعي ويلفق علينا الكثيرون بانها قائمه للحزب الفلاني دون هذا. النصر جاءت لخوض الانتخابات من اجل مستقبل العراق من اجل حتى الى مكانته كما كانت هذه. فنقول اسراكم يا اهل العراق اسراكم على هذه القائمه الطيبه ان شاء الله والنصر حليفنا وعندنا طيب هل ترى أن إجراء مفوضية الانتخابات لعملية انتخابية بيضاء أو تجريبية يعتبر مؤشرا على نجاح العملية الانتخابية عموما؟ سيدتي الصوت غير واضح، أرجوكم الصوت غير واضح نهائيا. يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا. إذا نذكركم مشاهدينا الكرام ببيان مفوضية الانتخابات الذي جاء عقب إجرائها لعملية انتخابية بيضاء أو تجريبية كما أطلقت عليها. وجاء في البيان أن أسباب إجراء التصويت التجريبي كان لغرض تدريب كوادرها على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة العد والفرز. وقال عضو مجلس المفوضين حازم أرديني إن قيام المفوضية بإجراء التصويت التجريبي اليوم حصل لغرض تدريب الكوادر على أجهزة العد والفرز الإلكتروني والاختبار الأولي لبعض الأجهزة، لافتا إلى أن أوراق الاقتراع التي استخدمت لم تكن رسمية والنتائج حذفت بعد إجراء التصويت مباشرة، مضيفا أن عملية التصويت التجريبي تمت لمدة ساعة واحدة فقط. هذا ويذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أجرت عملية انتخابية تجريبية لفحص إمكانية الأجهزة المستخدمة في العد والفرز من دون إشعار الكيانات السياسية المشاركة. إذن نواصل رصد البرامج الانتخابية لعدد من الكتل والأحزاب المشاركة في الانتخابات القادمة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأهلا بك السيد عبد الكريم العبيدي عن قائمة ائتلاف النصر رقم القائمة 158 بتسلسل 51. نعود إلى السؤال الذي سألتك قبل الانقطاع الهاتفي، قلت هل أن إجراء مفوضية الانتخابات لعملية انتخابية تجريبية أو كما يطلق عليها بالانتخابات البيضاء يعد مؤشرا على نجاح الانتخابات القادمة؟ المفوضية إن شاء الله تؤدي دورها بشكل جيد. سابقا تكلمنا وقلنا أن المفوضية تقصير في بعض من موظفيها الذين لا يستقبلون الناس بالابتسامة وبالعمل الطيب. اليوم على العكس مما مضى من الأيام يقومون بواجبهم بشكل دقيق، والمفوضية بالحقيقة وعادة الدولة أو المراجع في القيادة العليا تقول أن المفوضية تأخذ الدرجة الفلانية من نسبة النجاح إذا كان عملها صحيحا، وعليه أقول أن العمل جار على قدم وساق والله الموفق. نعم. طيب هل تعتقدون في ائتلاف النصر أن أعضاءكم قدموا للمحافظة إنجازات من خلال الفترة البرلمانية السابقة أو حتى على مستوى مجلس محافظة نينوى، وكيف تقيم جهودهم بصفة عامة؟ إذا
الفاضلة، الفقير للناس يعني نحن لدينا ورشحنا من مجلس النواب ونساهم بالدور العبد ربا بالحقيقة أدوا واجبهم في الدورة السابقة بشكل جيد وممتاز، والناس كلها تذكرهم بالحسنى والطيب. وطبعا عندما يكون الكبير القومي خادمهم فأكيد أن تقيمهم بشكل كبير. وأنا أقول لك هناك الكثيرون ممن رشحوا معنا خدموا المجتمع سواء كانوا في مجلس النواب أو في مجلس المحافظة أو في خلال وظائفهم كمدراء دوائر أو موظفين عاديين أو ناس تجار. الناس تختلف بأدائها، ولكن لا ينكر أنه للمنصب له شعبة كما يقول أهل الموصل، المنصب يسمح للمسؤول الفلاني. وأنا أقول أن رأس القائمة في الموصل الدكتور خالد العبيد المحترم عندما واجه الفاسدين في هذا بحد ذاته يعتبر أكبر خدمة للعراقيين، أغنية العراقيين ومحاربة الفساد والفاسدين. ولهذا قسم من الفاسدين وقعوا على إقالته لا يتعدى الأردن أو مبلغ 3000 دولار على الأقل الكبير. العمل الذي قام به لساخر يعتبر من أكبر الإنجازات، لأنه صدح وطرق قسم العراقيين وقال لا يتساهل لينا وقتله ومدى السلام خالد العبيدي أنه قال لا يتساهل. وكما قيل سابقا هناك أخبار تاريخ و يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى مع السيد عبد الكريم العبيدي عن قائمة ائتلاف النصر رقم القائمة 158 بتسلسل 51. نستمر في رصد برامج المترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في 12 من الشهر المقبل. يبدو أن الاتصال قد عاد. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا سيدتي الفاضلة. طيب بخصوص المعطيات التي قدمتها مفوضية الانتخابات بنينوى التي تفيد بأن أكثر من 1,000,000 بطاقة انتخابية وزعت في المحافظة، كيف تقيمون مبدئيا مشاركة أهالي نينوى في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ سيدتي الفاضلة لا أسمع شيئا رجاء، الاتصال غير واضح أرجوكم. هل قلت من خلال معطيات مفوضية الانتخابات في نينوى التي تفيد بأنها وزعت أكثر من 1,000,000 بطاقة انتخابية، هل هذا مؤشر مبدئي أو كيف تقيمون مشاركة أهالي نينوى في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ نعم سيدتي الفاضلة، طبعا ليعلم أهل نينوى أن عدد الناخبين المشمولين بالتصويت هو قرابة 2,400,000 شخص. تم توزيع لحد هذه اللحظة قرابة 1,100,000، يعني نحن لازلنا دون 50%، ولكن إقبال الناس على مراكز منح البطاقات الانتخابية قد ازداد كثيرا، وقد فتحت مراكز كثيرة لمنح البطاقات لمستحقيها، فهذا يبشر بخير. ومعنى أنه 1,100,000 يعني قرابة 50%، إذا هناك رغبة في المشاركة بالانتخابات. وإن شاء الله لا زال أمامنا قرابة 18 يوم، فأكيد بهذه الفترة راح يغطى قرابة 2,000,000 شخص، وهذا رقم كبير جدا، وأعتقد أنه يبشر بخير. هذا يعني أنه الناس أصبح لها رغبة في الإدلاء بصوتها. لماذا؟ لأنه عندما ننزل إلى الشارع رأينا أنه رأي الناس يقول يجب أن ندلي بأصواتنا كي نقضي على الفساد ونطرد الفاسدين والمنبوذين
وهؤلاء الذين سببوا لنا الدمار والخراب، إذا هناك بشرى سارة ستأتينا إن شاء الله يوم الانتخاب، وسيكون إن شاء الله النصر حليف لكل شريف لكل نزيه من كافة القوائم من كافة الكتل. لكني أتمنى شخصيا أن للنصر لكتل ائتلاف النصر الحصة الأكبر. لماذا؟ لأنه يقودها رئيس وزراء العراق وهو رئيس الائتلاف، ونحن أهل نينوى ومصلحتنا مع بغداد، مصلحتنا مع القياديين، مصلحتنا مع أن يرفع شعارات الصادقة والوفية والأمينة والمخلصة، وليس مع من رفع شعارات سابقة طائفية عنصرية ومن ضمنها قادمون يا بغداد ويا بغداد انتظرينا، لعنهم الله في الدنيا والآخرة لأنهم مزقونا سابقا لا نريد لهم وجودا في هذه الأيام. فأقول يا أهل الموصل بشراكم، أنتم أهل الغيرة أهل الناموس، بأيديكم القرار، بأيديكم تقولوا نعم لمستقبلنا، نعم لأولادنا، نعم للعراق الجديد، نعم للبناء للعمران، نعم لإعادة النازحين إلى أماكنهم إلى بيوتهم. وهكذا الشعوب تبني أوطانها من خلال إيش؟ من خلال توحدها، من خلال تماسكها مع بعضها البعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نعم. طيب هل ترى أن الموعد الانتخابي القادم كفيل للمجيء بالكفاءات المثقفة والسياسية لإدارة ودعم الأعمار بنينوى التي تعاني من دمار كبير خاصة في البنية التحتية؟ سيدتي، موعد الانتخابات القادم اليوم 12 من الشهر الخامس، وهو موعد محدد لا تغيير فيه. لكن ماذا سيحدث بعد الانتخاب؟ أنا أقول لك أن التغيير لابد أن يقع، لابد أن يكون هناك تغييرا. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى وجوه جديدة، وليست الوجوه العفنة التي تكررت خلال 15 سنة ماضية من عام 2003 لي حد الآن، نفس الوجوه، نفس البائسين، نفس الذين سببوا للناس النكبات والويلات والدمار. إذن هناك تغيير، والتغيير ليس من الضروري أن يكون كاملاً. إن تم التغيير بدرجة 50 60 70% فهذا كفيل للدورة القادمة أن تغير الوجوه البقية النتنة للتخلص من عندها، وبالتالي يستمر العراق في إعادة مجده وقيمته بين العالم، بين أشقائه، بين جيرانه. لا بد من التغيير، هذا ما نصب إليه. وعلى المواطن أن يفكر جيداً بأن صوته أمانة. والحبيب المصطفى عندما وصف المنافق وصفه بثلاث صفات من عندي أنه يخون الأمانة، فالذي يخون الأمانة كأنه خان ثلث دينه. فإذا عليكم يا أهل الموصل أن تكونوا أوفياء، لا تذهبوا بأصواتكم للقوائم أو للأشخاص الذين يقربوكم أو يقنعوكم بمئة دولار أو خمسين دولار. وبالمناسبة بطاقة سيحاسب عليها القانون مستقبلا أختي العزيزة، القانون سيحاسب كل من يزور بطاقته ويبيعه، فعلى أهل الموصل أن ينتبهوا، كل العراقيين عليهم أن ينتبهوا. نعم. طيب السيد عبد الكريم، كيف تقيم المنافسة الانتخابية الحالية في نينوى؟ هل ترى أن هذه المنافسة الشرسة بين الأحزاب هي ظاهرة صحيحة ومشروعة؟ ألو، عفوا الصوت انقطع لكني أستطيع أن أجيب على السؤال. طبعا المنافسة الانتخابية حق لكل مواطن، من حق الجميع أن ينتخبوا، من حق الجميع أن يصوتوا، من حق الجميع أن يذهبوا إلى مراكز الانتخاب. ولكن المشكلة والمأساة في ماذا؟ في كثرة المرشحين، وهذا أيضا له مردود إيجابي يدل على أن الناس تريد أن تساهم. لكن هناك هذه الصور التي وضعت في الشوارع والأزقة وفي الطرقات، يعني نرى كثير من الصور بعضها فوق بعض، أو قد حجبت الرؤية للناس المارين بعجلاتهم بسياراتهم بآلياتهم. يعني على على المرشح أن يضع حتى صورته في المكان الذي لا تؤثر فيه على المارة، على السيارات، على السير المروري. هذا التكالب في وضع الصور دليل على الصرف يعني على البذخ في الصرفيات. هذا ماذا يعني؟ أيضا يفسر لنا تفسيرا سيئا، معنى هذا أنه مهما صرف يفكر في أنه سيعيد مصروفاته بعد أن يصبح عضوا في البرلمان، يعني يفكر أيضا في الفساد. ولهذا أقول كلما زادت صور مرشح أو وضعها على ارتفاعات عالية حتى لا يمزقها الناس خشية من الآخرين، لأن يعرف أنه مكانته أصبحت ضعيفة في المجتمع. على الشعب أن يفكر في أنه كل من يكثر من صوره فهذا يجب أن يكون منبوذا
لأنه عليه الأجدر به أن يتبرع بجزء من هذه المبالغ إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. مدينته الموصل مدمرة وهو طيب. يكثر من صوره هنا وهناك. هذا يعني لكن لولا صار طيب بخصوص الدعاية الانتخابية حاليا في نينوى، هل ترى أنها مؤسسة على الأشخاص نعم. أو على البرامج الانتخابية؟ ألو، قلت هل الدعاية الانتخابية في نينوى حاليا من وجهة نظرك هل هي مؤسسة على شخصيات أم على البرامج الانتخابية؟ أرجو المعذرة إعادة السؤال رجاء بسرعة شوي. سأعيد السؤال، هل الدعاية الانتخابية القائمة حاليا في نينوى مؤسسة على الشخصيات أو على البرامج السياسية؟ والله الدعاية الانتخابية يبدو أنه يعني الدعاية الانتخابية للبعض من المسؤولين من القادة السياسيين، يعني أخذوها للتباهي وللتفاخر حبا للاستمرار بالمنصب الوظيفي. يعني كنت أتمنى أن يكون هناك قانون بالدولة العراقية يمنع مثلا من نشر أكثر من 20 صورة لكل مرشح وفي أماكن محدودة، وليس بهذه العشوائية التي تدلل على الارتباك وعلى السخرية. وربما لو كان هناك سائحا يابانيا لكان استهزأ مما وجده من صور هنا وهناك، وقسم منها تتطاير في الهواء وتقع على السيارات، وربما راسطة من رواسط الحديد للمرشح الفلاني تقطع رقبة فلان أو تجرح فلان أو تسقطه أرضا. يعني هذا العمل العشوائي أيضا مرفوض، وأقول أنه بسبب العشوائية في البلد بشكل عام حدث ما يحدث، وللمواطن ليس له إلا أن يعيب هذا وذاك ويسب هذا وذاك ويمدح من هذا وذاك، وأنا ليس لدي إلا أن أقول حسبك الله يا شعب العراق ونعم الوكيل. نعم. طيب ما هي تصوراتكم لواقع الأعمار والخدمات في نينوى وخصوصا في الموصل، وهل تدركون وتعون جيدا حجم المسؤولية التي ستقع على عاتقكم في حال فوزكم في هذه الانتخابات؟ نعم سيدتي الفاضلة، ليسمعني شعب نينوى وبالذات أهل الموصل، يجب أن يكون هناك لكل قائمة يجب أن يكون لها برنامج انتخابي. ولكن عندما نقول برنامج انتخابي بالحقيقة أيضا المواطن أصبح يسخر مما سنجيب. لماذا؟ لأنه المواطن لم يعني يرى عهدا أو وثوقا بالآخرين، الكذب أصبح هو الغالب على السياسيين. نحن ائتلاف النصري نريد بناء وإعمارا وإعادة للنازحين وقضاء على الفساد، نريد أن نتكلم بصدق وأمانة وثبات على المبادئ، وليس كل يوم نحن في شأن. يعني أثبتت قائمة النصر بشخص رئيس وزرائه السابق طيلة الأربع سنوات الماضية مصداقيته وصدقه، قضى على الطائفية، مزق أحزابا لم يكن لها إلا تأثيرا سلبيا على الوطن، جاء بأناس طيبين، سمعة العراق أصبحت أفضل. يعني كان الاقتصاد العراقي أوشك على الانهيار، تم القضاء على هذا الانهيار من خلال حكمته وحكمة من هم أعوانه أو مستشاريه. هناك إيجابيات كثيرة فعلها السيد رئيس الوزراء، وعندما نتحدث عنه نحن سنتحدث اليوم ومستقبلا عن ائتلاف النصر، والذي يجب أن يكون نصرا للعراق بين وطنه بين أمته بين العالم أجمع. نحن نريد بناء كما قلنا، نريد أن نصل إلى المجد والذرة، نريد العراق أن يسمو في السماء عاليا بهيا، العراق العظيم هذا الذي كنا نتفاخر به سابقا. لماذا اليوم هو مذلول ومهان هكذا؟ لماذا؟ بسبب السفهاء والتافهين من السياسيين الذين حكمونا طيلة كثير من عقد من الزمان مضى وأكثر، مزقونا دمرونا دائما نقولها. وبعدين أكو موضوع مهم، نحن أهل نينوى وبالذات الموصل، مصلحتنا ومستقبلنا مع بغداد العاصمة، مع بغداد الرشيد، مع العراق، وليس بتمزقنا كما يدعي البعض، ليس بشعارات قادمون يا بغداد. نحن نريد أن نقول يا بغداد أنت الرأس ونحن الجناح في الشمال والبصرة الجناح في الجنوب، وكل العراقي يمثل بعضه بعضا. المرشح عن قائمة ائتلاف النصر الدكتور المهندس عبد الكريم العبيدي رقم القائمة 158 بتسلسل 51، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، نرجو لك التوفيق في الانتخابات القادمة. فاصل قصير مشاهدينا، نواصل بعده هذه الحلقة من صدى الموصل.
هنا الشباب يعني عمال يجون من الصبح يقعدون هنا يعني يشبعون قهر والله من البرد بالستة صبح ينزلون. لا ما تكفي بس أحسن ما قاعدين بطالي. الشركات والمؤسسات ودول المانحة في محافظة نينوى لإعادة الحياة في محافظة نينوى وتشغيل الأيدي العاملة اللي هي الآن لا توجد أي عمل في ساحة نينوى. صار لي تقريبا 13-14 سنة أنا خريج ما لقيت فرصة عمل ما لقيت وظيفة أتوظف بيها، ولكن ما نشوف أي مساهمة من الحكومة بأنه تساعد الخريج. لا أنا واحد من ضمن وهي صار لي 6 سنوات خريج الناس بالسوق مئات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن ضيفنا الثاني لهذه الحلقة سيكون المرشح عن قائمة تحالف الفتح في نينوى السيد عبد الرحمن اللويزي رقم القائمة 109 بتسلسل 2. أهلا بك. بداية هل يمكن أن تعطينا نبذة عن مكونات ونضال تحالف الفتح السياسي؟ سيد عبد الرحمن هل تسمعني؟ نعم أسمع حضرتك. قلت هل يمكن أن تعطينا نبذة عن مكونات ونضال تحالف الفتح السياسي؟ طبعا تحالف الفتح واحد من التحالفات الوطنية الذي ضم يعني في ثنايا في قوائم يعني مرشحين من كل المكونات. اليوم في محافظة نينوى هناك مرشحون عن الإخوة الشبك، هناك مرشحون عن الإخوة التركمان، وهناك مرشحون عن الإخوة الأيزيديين، وكذلك السنة والشيعة، العرب والسنة والشيعة، وبالتالي هي قائمة فيها تنوع حقيقي وهي قائمة وطنية ضمت مجموعة من الشخصيات السياسية التي تنتمي لكل المكونات وتعتبر أحد، لا أقول يعني التحالف الوحيد الوطني، أحد التحالفات ذات الصبغة الوطنية. هل يمكن أن تبرز لنا الأسباب الموضوعية لترشحك للانتخابات البرلمانية لا سيما وأنك كنت نائبا عن نينوى لدورتين سابقتين؟ يعني طبعا أنا لدي مسيرة وخدمت كنائب في البرلمان، مثلت محافظة نينوى لدورتين،
وحاولنا، أنا لست رئيس كتلة ولم يعني يعهد إلي منصب وزاري، أنا عضو من 328 عضو، حاولت جهد إمكاني مواكبة العمليات العسكرية عندما انطلقت، لم نغب عن الميدان، رافقنا الناس من خطوط الصد إلى خيمات النزوح، وأيضا تابعنا معاملاتهم في مختلف الدوائر وحللنا، يعني تمكننا من حل بعض المشاكل. بالتأكيد الآن الانتماء القائمة، هذه القائمة سوف يكون لها، هي قائمة وطنية سوف يكون لها حظوظ كبيرة، ويعني ربما تكون القائمة الأولى من حيث عدد المقاعد. أكيد سوف يتيح دخولي في هذه القائمة، سوف يتيح لي هامش أكبر للتأثير السياسي، وهذا التأثير سوف ينعكس إيجابا على قضايا محافظة نينوى في تبنيها ومحاولة حل حلتنا. طيب بخصوص إجراء مفوضية الانتخابات لانتخابات تجريبية، هل ترى أن هذا مؤشر على نجاح الانتخابات القادمة؟ الحقيقة أنا من الناس الذين رفضوا تأجيل الانتخابات في البداية، وقد اعتمدت في رفضي هذا على يعني موقف المفوضية التي كانت تعد بأنها تستطيع الإيفاء بجميع التزاماتها من تحديث سجل الناخبين البيومتري وكذلك فتح توزيع كل البطاقات الانتخابية. الآن بعد أن أصبحت الانتخابات قاب قوسين يا أودنا، وبعد أن لم تستطع المفوضية الإيفاء بجميع هذه الالتزامات، تبين أن هذا الرأي لم يكن رأي فني، إنما كان رأي سياسي بسبب ضغط الكتل السياسية التي تريد إجراء الانتخابات. بالتأكيد عدم تحديث سجل الناخبين لأبناء محافظة نينوى وكذلك عدم التمكن من توزيع جميع البطاقات ربما في الوقت المحدد سوف يتيح هامش من التزوير نحن نخشى منه. احنا كنا نتمنى انه تستطيع المفوضية الإيفاء بجميع التزاماتها، وبالتالي ينعكس هذا ايجابا على يعني دقة النتائج. لدينا مثل هذا التخوف، ولكن كما يقال ليس بالامكان ابدع من مكان. نعم. طيب هل تعتقد ان اعضاءكم في تحالف الفتح قد قدموا انجازات للمحافظة من خلال الفترة البرلمانية السابقة او حتى على مستوى مجلس محافظة نينوى، وكيف تقيم جهودهم بصفة عامة؟ يعني اليوم على رأس هذا التحالف هو السيد هادي العامري. السيد هادي العامري انا شخصيا شاهدته في اكثر من مكان، شاهدته في قرية خربة اليزيدي، شاهدته في قرية ام حجرة، شاهدته في قرية ابو سنام، شاهدته في قرية القصب، كان حاضر بشكل يومي. يعني لم يكن حضور السيد هادي العامري في الميدان هو حضور زيارة ثم يعود يعني إلى أدراجه، وبالتالي هذا الدور الوطني الذي يعني لعبه، هذا الدور الكبير اللي هو ساهم بشكل مباشر في تحرير محافظة نينوى، هذا التحدي اللي أيضا هو كان كبير، أنا أزعم أنه من وحدته أو من جمعته خنادق القتال عليه ألا تفرقه يعني قوائم الانتخابات، ومن نجح في تحدي دحر داعش وتحرير هذه المناطق أيضا سوف يكون قادرا ولديه القدرة والمكنة على تحقيق تحدي آخر هو بناء العراق ومحاربة الفساد والنهوض بواقع البلد. نعم. طيب من خلال المعطيات التي قدمتها مفوضية الانتخابات والتي تفيد بأنه تم توزيع أكثر من مليون بطاقة انتخابية في محافظة نينوى، كيف تقيمون مبدئيا مشاركة أهالي محافظة نينوى في الانتخابات القادمة؟ يعني أنا أشخص أنه من أحد أهم يعني ما طبع فترة ما بعد داعش هو شعور أبناء محافظة نينوى بأهمية السلطة العامة وإقبالهم على الدولة عموما وإقبالهم على كل الممارسات ومنها الممارسة الانتخابية والإسهام في هذه الممارسة، وهذا يعني الرأي الإيجابي أو هذا السلوك الإيجابي الآن أكيد سوف ينعكس على مشاركة أبناء محافظة نينوى. شاهدنا هذا الأمر من خلال كثرة عدد المرشحين، وأنا بقناعتي وإن كان هذا الرأي يخالف به لعل الكثير من الناس، أعتقد أن الإقبال سوف يكون يعني مقبولا على الأقل إن لم يكن كبيرا، ولكنه لن يكون بشكل المقاطعة كما يصور البعض. أبناء محافظة نينوى يحبون الحياة ويتشبثون بها، وهم يدركون أن سبيلهم إلى هذه الحياة هو الإسهام بشكل فاعل في الحياة السياسية. مشكلة نينوى كانت ابتداء مشكلة سياسية، قبل أن تكون جذر مشكلة نينوى كان جذرا سياسيا، المشاكل السياسية هي التي أدت إلى الاتيان بداعش وسقوط المحافظة، وهي التي جرت على المحافظة كل هذا الخراب. وبالتالي أبناء محافظة نينوى المثقفون الواعون يدركون أن أول خطوة في إعادة إعمار المحافظة وبنائها هو ترميم الوضع السياسي والاستقرار الوضع السياسي الذي سوف ينعكس إيجابا على إعادة بناء المحافظة وعودة النازحين وإلى ما هنالك من الإجراءات الأخرى. طيب هل ترى أن الموعد الانتخابي القادم كفيل للمجيء بالكفاءات السياسية
بالكفاءة المثقفة عموما السياسية منها لإدارة ودعم الأعمار بالمحافظة التي تعاني دمارا كبيرا في بنيتها التحتية؟ أنا بقناعتي يجب أن ننظر بعين المسؤولية. الحكومة العراقية أنفقت 100 مليار دولار على حرب مكافحة الإرهاب، وجل هذه المبالغ صرفت في المحافظات المحتلة ومنها محافظة نينوى. هناك التزام دولي. اليوم التحالف الدولي الذي يعني ساند العراق وكذلك دعمه بالتأكيد هو معني، لأن اليوم استكمال محاربة داعش تكمن في إعادة إعمار مدينة الموصل والقضاء على كل الأسباب التي يعني خلقت داعش والتي يعني مكنتها. ومن هذه الأسباب هو ضعف الحالة المادية، الوضع الاقتصادي المزري، عدم استقرار الوضع السياسي. اليوم الالتزام الدولي قائم تجاه العراق، وبقناعتي ممكن التعويل على هذا الالتزام وكذلك الالتزام الحكومي. أنا كما أسلفت، الحكومة أصلا أنفقت 100 مليار دولار على حرب داعش، وبالتأكيد هي معنية بملف إعادة إعمار الموصل، لكن أكيد سوف التزامها بهذه القضية سوف يتأثر أو سوف تلقي بظلالها الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها البلد على موضوع سرعة تسريع عجلة الإعمار. لكن استتباب الوضع الأمني أكيد سوف يأتي يعني سوف يؤثر إيجابا على تسريع هذه القضية. واليوم دخولنا بتحالفات وطنية مؤثرة لها قرار مهم سوف يكون له أثره. أنا اليوم لما أكون في تحالف الفتح، وهذا التحالف من المرشح أن يكون القائمة الأولى في العراق، أنا سوف أوظف إمكانية هذا التحالف لخدمة كل قرار يصب في مصلحة محافظة نينوى من خلال التخصيصات، من خلال القرارات التي لها علاقة بإعادة الإعمار والمشاريع المهمة. طيب، كيف تقيم المنافسة الحالية في نينوى؟ وهل ترى أن هذه المنافسة الشرسة بين الأحزاب والتحالفات هي ظاهرة صحيحة ومشروعة؟ أنا لم أسمع السؤال جيدا. طبعا هي المنافسة على أوجها، والمنافسة محتدمة الآن بين الكتل السياسية. ظاهرة الرمزية انتهت، لن نشهد الآن قائمة يعني تكتسح الساحة في نينوى كما كان يحصل سابقا. كل القوائم السياسية، القوائم الأربعة والخمسة اللي موجودة في المحافظة تقريبا المهمة، سوف تأخذ من 5 إلى 6 مقاعد، وبالتالي سوف يكون هناك، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على محافظة نينوى، لأن هناك انقسام طولي على يعني تشهد كل الكتل السياسية. ولكن يبقى في النهاية الغلبة والمكنة سوف تكون للكتلة الأكبر. وبقناعتي يعني أنا أنتمي لتحالف سوف يأتي بعدد من المقاعد كبير، يعني إن لم يكن في محافظة نينوى، طبعا احنا نأمل أن نحصل على 5 مقاعد تقريبا في نينوى، لكن هناك أكيد يعني مقاعد كثيرة في الفرات الأوسط وفي الجنوب. وبالتالي من هنا تكمن قوة قائمة الفتح، ومن هنا يكمن تأثيرها وأهمية أن يكون أعضاء يعني أكثر من عضو من محافظة نينوى، لأنه سوف مثل هذه القائمة القوية سوف يكون لها تأثير في القرار السياسي، وبالتالي ينعكس هذا القرار إيجابا على أبناء محافظة نينوى الذين يعيشون الآن ظروف إنسانية صعبة تتعلق بالدمار الذي حصل وبالأرواح الكثيرة التي أزهقت. نعم، الدعاية الانتخابية في نينوى حاليا، هل هي حسب رأيك سيد عبد الرحمن تقوم على الشخصيات أو على البرامج الانتخابية؟ ألو، سأعيد السؤال. ألو، حسب رأيك قلت، هل الدعاية الانتخابية حاليا مؤسسة على الشخصيات أو على البرامج الانتخابية؟ ألو سيد عبد الرحمن، هل تسمعني؟ سيد عبد الرحمن، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد عبد الرحمن اللويزي عن قائمة التحالف أو تحالف الفتح في نينوى، رقم القائمة 109 بتسلسل 2. نواصل رصد البرامج الانتخابية لعدد من الأحزاب والكتل والائتلافات السياسية في محافظة نينوى. هذه الانتخابات أو هذه الحملة الانتخابية التي ستجرى على إثرها انتخابات برلمانية في 12 من الشهر المقبل. الكل يتساءل عن برامج المرشحين للنهوض بمحافظة نينوى التي بقيت لأكثر من 3 سنوات تحت الاحتلال الداعشي.
يليها فيما بعد عملية تحرير، الوضع الصحي متردي، الخدمات هي الأخرى، الوضع التعليمي، بنية تحتية مهدمة شبه كلي. يعني إذن المواطنون ما زالوا يشتكون من غياب الجهد الخدمي الحكومي مع عدم توفر الماء والكهرباء، بالإضافة إلى تراكم النفايات بالشوارع والأنقاض. الجثث ما زالت حتى الآن منتشرة في بعض المناطق، ما يسبب للأهالي الأمراض لهم ولأطفالهم، رغم الوعود التي تلقوها من عدد من المعنيين بالأمر، إلا أن الوضع لا زال على ما هو عليه. يبدو أن الاتصال قد عاد. أهلا بك سيد عبد الرحمن اللويزي مرة أخرى. سيد عبد الرحمن هل تسمعني؟ نعم أسمع حضرتك. قلت هل الدعاية الانتخابية الحالية في نينوى مؤسسة على الشخصيات أم على البرامج الانتخابية حسب رأيك؟ يعني لا تزال ظاهرة الرمزية موجودة، يعني كل الناس يفضلون الانتخاب على أساس يعني الأسماء يعني بصراحة، لكن هذه الأسماء لن تأتي كما قلت. يعني بفكرة وجود برنامج انتخابي كل الكتل السياسية لديها برامج، لكن الآن بقناعتي نحن في زمن المواقف، يعني ولسنا في زمن البرامج. البرامج مهمة، وكل الأحزاب السياسية الآن لم تأخذ إجازة في المفوضية وتسجل على أنها أحزاب إلا بعد أن قدمت برنامج الانتخابي. يعني كل حزب سياسي بالضرورة الآن لديه برنامج، لكن نحن الآن أقول يعني بكل واقعية سياسية أقول نحن الآن في زمن المواقف، هناك تحديات كبيرة تحيط في البلاد. الأصل البرامج تطرح في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية اللي فيها حزبين، لما يطرح أحد هذين الحزبين برنامجا عندما يمنحه ثقة الناس على هذا الأساس سوف يمضي في تشكيل الحكومة وينفذ برنامجه، لأنه سوف يكون مسؤولا عن هذا البرنامج ولديه المكنة ولديه كل يعني الإمكانيات لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيقه. اليوم في العراق لن تستطيع كتلة واحدة، نحن نتكلم على صعيد الكيانات هذا فضلا عن الشخصيات، لن تستطيع كتلة واحدة التشكيل الحكومة، وبالتالي البرامج المختلفة للأحزاب السياسية لن يستطيع كل حزب تمرير برنامجه. لكن الآن بقناعتي يجب التركيز على الكليات، هناك مواقف مهمة مثلا تتعلق بوحدة العراق، مثلا بالموقف من داعش، بقضية سيادة البلد، بوحدته، بكل هذه الأمور، هذه القضايا الكلية يجب اللي أنا أعبر عنها بكلمة مواقف هي التي يجب أن تكون الأساس، وإلا لا يوجد خلاف. اليوم أي كتلة سياسية مثلا لا نتوقع من حزب سياسي الآن مشارك أو شخصية سياسية لا تعد بإعادة الإعمار ولا تعد بالتركيز على قضية الارتقاء بمستوى التعليم والارتقاء بالمستوى الصحي والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية وإلى ما هنالك من الأمور اللي هي لا يوجد عليها خلاف، ولكن هذه الكتل نفسها تختلف في قضايا جوهرية، في مشاريع سياسية الآن موجودة في المحافظة. البعض يحاول مثلا تقسيم المحافظة، البعض يحاول تحويل المحافظة إلى أقليم على سبيل المثل، هذه يجب أن تكون قضايا أساسية حاكمة يعني يدركها الناس ويعيها لتقييم أي يعني منجز أو أي حزب سياسي أو أي شخصية سياسية. أما البرامج الخدمية فهي تحصيل حاصل تأتي والكل ملتزم بها ولا خلاف عليها. نعم. طيب هل ترى أن لتحالف الفتح قاعدة شعبية بمحافظة نينوى تتيح له النجاح المأمول في الانتخابات القادمة، وكيف تقيم استجابة هذه القاعدة الشعبية؟ تتحدثين عن تحالف الفتح لأن الصوت كان منخفض. نعم تحالف الفتح. تحالف الفتح اليوم يمتلك، اليوم مثلا في سهل نينوى هناك شخصيات مهمة، أعضاء برلمان سابقين أيضا كان لهم دور مؤثر، نتحدث عن الدكتور حنين القدو كان لهم مثلا، وكذلك في منطقة اللعفر الرشيدية القبو الشريخان، حتى هذا على صعيد بعض المكونات. أنا أزعم اليوم وليقيم كلامي المستمعون الآن والمشاهدون، اليوم لا يوجد تحالف، ربما قائمة فقط أو قائمتين يوجد فيهما هذا التنوع. اليوم في تحالف الفتح الآن معنا أعضاء في نفس القائمة شاركوا، هم من الأخوة الأيزيدية وشاركوا بشكل مباشر وساهموا في تحرير سنجار وفي طرد سواء داعش أو بعض الجهات السياسية الأخرى اللي كانت مسيطرة على سنجار. اليوم معنا أخوة مسيحيين في هذا التحالف، معنا أخوة شبك، معنا أخوة تركمان،
سنة وشيعة، معنا أيضا العرب السنة وشيعة. بقناعتي لا يوجد تحالف الآن، أو هناك تحالفات قليلة جدا هي التي فيها هذا التنوع، ومن هنا تبرز أهمية وقوة هذا التحالف على صعيد نينوى. أما على الصعيد الوطني فمن المتوقع أن تحالف الفتح يأتي بالمرتبة الأولى، سوف يأتي بعدد المقاعد الأكبر، وبالتالي من مصلحة أهل نينوى أن يكون لهم حضور في قائمة سوف تكون هي الأولى، لأنه سوف يكون لها وزن وتأثير سياسي، وهذا التأثير كما قلت سوف يسخر ويستغل ويوظف لخدمة قضايا محافظة نينوى التي الآن هي مدمرة، وأهلها بحاجة إلى ربما رعاية استثنائية وإجراءات استثنائية وقوانين استثنائية تنتشلهم مما هم فيه الآن. نعم. طيب، ما هي تصوراتكم لواقع الأعمار والخدمات في محافظة نينوى وفي الموصل خصوصا، وهل تدركون وتعاون جيدا حجم المسؤولية التي ستقع على عاتقكم في حال فوزكم في الانتخابات المقبلة؟ يعني طبعا أنا لم أسمع السؤال جيدا، لكن بالتأكيد يقولون الغرم بالغن، القاعدة تقول هكذا. كل إنسان اليوم عضو مجلس النواب مسؤوليته تختلف عن مسؤولية كتلة نيابية فيها 10 أعضاء مجلس النواب. التحالف الفتح إذا حقق 50 مقعد نيابي وهو متوقع له، أكيد سوف تكون هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه، وسوف يكون حجر الزاوية في تشكيل الحكومة. هذه هي رؤيتنا، ولدينا برنامج واضح يعني أسسه يتكون من 10 نقاط، وكل نقطة من هذه النقاط أو يعني فصل من هذه الفصول فيه تفرعات تتعلق بقضايا مختلفة. المسؤولية كبيرة نحن نستشعرها، وكما قلت المسؤولية الوطنية نجح يعني أعضاء تحالف الفتح في تحملها ابتداء، لأن اليوم لولا هذا التنوع الوطني ولولا مشاركة شخصيات كبيرة على رأسها رئيس تحالف الفتح في تحرير محافظة نينوى ووجود المستمر فيها، هذا كان الأثر إيجابي. اليوم لولا إخواننا في الوسط والجنوب الذين شاركونا يعني شاركونا هذا المنجز الوطني في تحرير هذه المناطق، ربما كانت سوف تتأخر عملية التحرير. الظواهر وطنية وإنسانية مثل ظاهرة المواكب الحسينية وهو تقديم المعونات والمواد الإغاثية للناس أيضا كانت ظاهرة إيجابية. أنا أزعم أنه نستطيع من خلال المشروع السياسي الذي تحول إليه تحالف الفتح، نستطيع ليس فقط التأسيس الواقع سياسي جديد، أنا أقول نستطيع التأسيس الواقع اجتماعي جديد ولواقع أمني جديد، لأن جماعتنا الخنادق حصل بين نوع من الانسجام، هذا الانسجام سوف ينعكس على أدائنا السياسي وعلى وحدة رؤيتنا وعلى يعني نجاحنا في تحقيق في تجاوز تحديات كبيرة. تحدي داعش لم يكن تحديا سهلا، من استطاع تجاوز تحدي داعش سوف يكون لديه القدرة على تجاوز تحديات أخرى تتعلق بالفساد وإعادة العمار. نعم. طيب، هل يمكن أن تعطينا نبذة مختصرة عن برنامجكم الانتخابي فيما يخص حاجة أهالي نينوى للماء والكهرباء التي تعتبر من الضرورات التي حتمها واقع المحافظة، وكيف توضحون رؤيتكم المستقبلية لتوفير مثل هذه الخدمات الضرورية؟ يعني أنا سوف أتحدث عن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع السياسي لتحالف الفتح اللي تبدأ بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وتعزيز مكانته وبناء العلاقات الإقليمية والدولية وفق مبدأ العراق أولاً، السعي الحثيث لإعادة وتثبيت هيبة الدولة داخلياً وخارجياً، الحفاظ على شرعية العملية السياسية في البلاد وعلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، تشكيل جبهة سياسية وطنية موحدة يعني تقوم على مشروع التغيير الذي يتبناه التحالف وفق مبدأ التكامل السياسي في البرامج، أهمية العمل على إجراء التعديلات الدستورية والقانونية، إكمال تشريعات المؤسسات القضائية، تعزيز الديمقراطية والتعددية الحزبية، تعزيز روح المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية. هذه مبادئ عامة، وبالتأكيد البرنامج الخدمي يأخذ حيزا كبيرا، وبرنامج إعادة العمار يأخذ حيزا كبيرا من برنامج تحالف الفتح الذي يسعى إلى تحقيقه هناك. طيب، في ظل هذا الواقع المرير الذي تعانيه المحافظة من فقر وبطالة، ما هي المشاريع والبرامج التي تعتزمون توجيهها للشباب المصلي؟ يعني لم أسمع السؤال جيدا. يعني قلت في ظل ما تعانيه محافظة نينوى من فقر وبطالة وتهميش، ما هي برامجكم التي تعتزمون توجيهها للشباب المصلي؟ رسالة أوجهها إلى شباب المحافظة؟ سأعيد السؤال، قلت ما هي مشاريعكم وبرامجكم التي تعتزمون توجيهها لشباب المصلي في ظل ما تعانيه المحافظة من فقر وبطالة؟
البرامج موجودة وكما قلت لا يختلف عليها كل الأحزاب السياسية لا لديها برامج، لكن هناك تحدي كبير. ما هي إمكانية الكتلة السياسية الآن على تحقيق هذه البرامج؟ أنا أزعم أنه تحالف مثل تحالف الفتح سوف يحقق المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد، سوف تكون له القدرة والثقل السياسي والتأثير على القرار. إحنا اليوم في محافظة نينوى ما راح نشوف حزب من الأحزاب هي سوف تقصر في طرح مثلاً الأفكار أو المشاريع أو دعم هذه المشاريع، لكن السؤال الجوهري المحور الذي يطرح نفسه ما هو حجم تأثير هذه الكتلة المفترضة إذا كان نائب أو كانت كتلة؟ ما هي قدرتها؟ ما هو وزنها السياسي؟ ما هو حجم تأثيرها؟ قوة تحالف الفتح تكمن في أنه سوف يكون له تأثير سياسي، وهذا التأثير والبرامج كما قلت هي واضحة، هي برامج إعادة الإعمار، دعم الشباب. هذه البرامج سوف تكون هناك قدرة سياسية ومكنة على تحقيقها من خلال الثقل السياسي ومن خلال الوزن السياسي الذي سوف يعني يحققه تحالف الفتح والكتلة النيابية الكبيرة التي سوف تدعم قضايا المحافظات بصورة عامة، سوف تدعم قضايا محافظة نينوى على اعتبار أن هناك جزء يعني كبير وأساسي وشراكة سياسية بين أعضاء تحالف الفتح وبين من يمثل تحالف الفتح من أبناء نينوى من مختلف المكونات. نعم. طيب بخصوص التعويضات التي يطالب بها المتضررون لأعمار دورهم وبيوتهم المهدمة، ما هي الخطوات والاستعدادات التي أعددتموها في هذا الجانب؟ بالنسبة للغطاء القانوني هناك قانون رقم 20 اللي هو تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية، هذا القانون نافذ وهناك لجان موجودة في محافظة نينوى وموجودة ولجان مركزية للتعويضات أيضا موجودة في بغداد، لكن بصراحة التحدي يكمن في موضوع التخصيص اللي هو المبالغ المالية. اليوم حجم كما قلت الغطاء القانوني ليس مشكلة، لكن المشكلة هو المبالغ الطائلة التي سوف تكلفها هذه التعويضات. هل سوف تستطيع الحكومة رصد هذه التخصيصات وتغطيتها؟ هذه قضية يعني من القضايا. والأمر الآخر النشاط النيابي، اليوم مثلا هناك إجراءات أخرى، نحن تمكننا نواب نينوى، وأنا لا أتحدث عن شخصي فقط، نواب محافظة نينوى تمكنوا على سبيل المثل من وضع نص في الموازنة يتيح منح قروض ميسرة بدون فوائد للخمس سنوات الأولى، تمنح حتى تغطي يعني حتى تضيف إضافة أخرى بالإضافة إلى موضوع التعويضات التي قد تتأخر مثلا أو قد تكون مبالغها لا تتناسب مع حجم الدمار الذي حصل. أعود إلى نقطة أساسية أنا يعني أعلم أني أكررها، ولكن هذه النقطة هي نقطة محورية وأساسية. اليوم إذا احتاجت محافظة نينوى إلى قرار مثل تعويضها، إذا احتاجت محافظة نينوى إلى رصد تخصيصات حتى تغطي مبالغ التعويضات، هي تحتاج إلى كتلة سياسية قوية تدعم هذه القرارات. هذه من هنا تكمن إمكانية يعني الانضمام إلى تحالف الفتح وإمكانية يعني تمكن أعضاء الفتح وقدرتهم على تحقيق مثل هذه القرارات التي في النهاية سوف تكون داخل قبة البرلمان. أنا أزعم وأحد الأسباب التي دفعتنا ودعتنا إلى الانتظام في هذا التحالف الذي سوف يكون التحالف الأقوى بقناعتي هو حتى نوظف قوة هذا التحالف لدعم قضايا. سيد عبد الرحمن هل تسمعني؟ أنا آسفة قطعتك لضيق الوقت. المرشح عبد الرحمن الويزي عن قائمة تحالف الفتح في نينوى رقم القائمة 109 بتسلسل 2، نشكرك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في الانتخابات القادمة، كما نشكركم مشاهدين على متابعتكم. إلى أن نلقاكم في حلقات لاحقة، هذه أجمل تحياتي وفريق العمل، دمتم في أمان الله.